مرحبا بكم مشاهدينا في حصادنا الإخبار السنوي، ونستعرض فيه اليوم انكشاف زيف شعارات من يصف نفسه بمحور الممانعة الذي تتزعمه إيران بعد خذلهم المقاومة الفلسطينية. نبدأ حصادنا مع آخر محاولة إيرانية لاستغلال طوفان الأقصى لصالحها عبر ادعائها على لسان المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني رمضان شريف، الذي زعم أن عملية الطوفان الأقصى كانت ردا على مقتل سليماني، قبل أن تتراجع وتقول إن المعركة فلسطينية خالصة، بعدما نفت حركة حماس تصريحات الحرس الثوري مؤكدة أن كل ما تقوم به المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال إنما هو رد على جرائمه ضد الفلسطينيين والمسجد الأقصى. في تشرين الثاني كشفت وكالة رويترز النقابة عن إبلاغ خامنئي حماس بأن إيران لن تدخل الحرب نيابة عن الحركة، لأن الأخيرة لم تبلغهم بمعركة الطوفان طوفان الأقصى. كما طالب خامنئي حماس إسكات الأصوات التي تدعو علنا إيران وحليفها حزب الله اللبناني إلى الانضمام للمعركة ضد إسرائيل، إلا أن حماس نفت صحة الخبر. تخلي إيران وميليشياتها عن المقاومة الفلسطينية لقي انتقادات من قادة المقاومة الفلسطينية الذين أعربوا عن خيبة أملهم، حيث قال رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل إن ما قدمه حزب الله غير كاف، وهو ما أكده أيضا عضو المكتب السياسي لحركة حماس غازي حمد حين قال إن المقاومة الفلسطينية كانت تتوقع تدخلا أقوى من محور الممانعة. الميليشيات المرتبطة بإيران في أنحاء المنطقة اتسم موقفها بالتأرجح بين التهديدات الكلامية والتصعيد الشكلي، إذ اكتفت ميليشيا حزب الله في لبنان باستهداف مواقع للاحتلال بهجمات حرصت ألا توقع قتلى بين الإسرائيليين، وهو ترجمة لاتفاق مسبق بين الطرفين على عدم التصعيد إلى حد نشوب حرب شاملة. مركز كارنيجي للبحوث والدراسات قال إن معركة طوفان الأقصى أحرجت ما يسمى محور المقاومة الذي تقوده إيران، وجعلته أمام خيارات صعبة في مواجهة خصم يتمتع بقوة عسكرية متفوقة بكثير وهي إسرائيل ومن خلفها أمريكا. لهذا لجأ بعض قادة نظام طهران لتسجيل أسمائهم صوريا كمتطوعين للقتال في غزة. كذلك معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى بدوره قال إن كلا من إيران وميليشيا حزب الله اللبناني عازمان وحريصان على الحد من مخاطر حدوث أي تصعيد كبير أو غير مقصود حال مهاجمتهم إسرائيل أو المصالح الأمريكية في المنطقة، وهو ما قد يضر بمصالحهما الحيوية. في العراق قال معهد الخليج العربي ومقره واشنطن إن الميليشيات المنضوية ضمن حكومة السوداني وهي الواجهة المسلحة لقوى الإطار التنسيقي والمقربة من إيران لن تخاطر بخسارة مكاسبها السياسية، وستكتفي بإطلاق الشعارات والهتافات المنددة بالهجوم الصهيوني ضد غزة. وكالة أسوشيتد برس نقلت عن مسؤولين أمريكيين تحذيرهم السوداني من عواقب خضوع حكومته إلى سطوة الميليشيات، حيث طالبوه بمنع هذه الفصائل من تجاوز ما مسموح لها، فيما أعلن الإطار التنسيقي تفويض السوداني بملاحقة واعتقال مهاجم السفارة الأمريكية ببغداد. وبحسب مراقبين فإن معركة طوفان الأقصى كشفت زيف الشعارات الإيرانية، حيث أكدت صحيفة نيويورك تايمز أن إيران والميليشيات التابعة لها تواجه معضلة كبيرة في كيفية دعم غزة دون أن يتورطوا في مواجهة شاملة ستسبب لهم تضاؤلا بقدراتهم العسكرية. كان هذا مشاهدينا استعراضا لأبرز ما يخص ملف زيف شعارات من يصف نفسه بمحور الممانعة بعد خذلهم المقاومة الفلسطينية في غزة ضمن حصاد عام 2023. شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة، وهذه عودة إلى استوديو الأخبار.